في البداية نشكر لك إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء الجميل. المنتدى حقيقة يسعى بأن يكون منصة ومناسبة عقارية سنوية يجتمع فيها جميع أصحاب الاختصاص من خبراء ومهتمين في الشأن العقاري. المنتدى بدأ في النسخة الأولى العام الماضي عام 2022، وهذا العام يعني انطلقت يوم أمس النسخة الثانية. المنتدى بإذن الله سوف يظل منتدى للمعرفة وللمحتوى، ويكون معه معرض مصاحب. طبعا المنتدى بدأ حقيقة بصورة ونمط يغطي الشأن العقاري المحلي في المملكة العربية السعودية. في هذه النسخة في العام الثاني يعني طلعنا من المحلية لأن يكون نسخة إقليمية دولية، بحيث اليوم حتى نستفيد ونتعلم من التجارب العالمية، وكذلك نطرح ونشوف التحديات الإقليمية سواء في الخليج أو في الوطن العربي وحتى عالميا، ونثري المنتدى بالخبرات المتنوعة من جميع دول العالم. صحيح، طبعا لا شك أن اليوم قطاع الإسكان في وزارة الشؤون البلدية وقرار الإسكان يشرف على تنفيذ محور تمكين الطلب وتحفيز العرض من المشاريع السكنية في جميع أنحاء المملكة، وذلك لغرض الوصول إلى نسبة التملك إن شاء الله في عام 2025 65% وفي 2030 70%. هذا يتطلب أن يكون اليوم عندنا حقيقة مشاريع نوعية، والمشاريع النوعية يتطلب أن يكون عندنا نأخذ بالاعتبار توظيف تقنيات البناء فيها لغرض رفع الجودة وسرعة الإنجاز وتقليل التكلفة. الحمد لله استطعنا في المرحلة الأولى من برنامج الإسكان أن تكون معظم مشاريعنا نسبة تقنيات البناء فيها حوالي 40%، يعني معظم المشاريع وظفت تقنيات البناء فيها بنسبة 40% من المشاريع. الآن وصلنا الحمد لله مع المرحلة الثانية من برنامج الإسكان إلى 60%، وهذا ما أشار إليه معالي الوزير، ونسعى في المستقبل أن نرفع النسبة بحيث اليوم تكون تقنيات البناء أحد مكونات مشاريع التطوير العقاري حقيقة، اللي تساعدنا حقيقة في زي ما قلت رفع الجودة وسرعة التنفيذ وكذلك تقليل التكلفة.